شوربة المشروم بالكريمة من الشوربات الأساسية والمشهورة جدا واللي كل الناس بتحبها، برغم بساطتها ومكوناتها البسيطة إلا إن بعض الخطوات البسيطة جدا ممكن تخلي معانا شوربة المشروم بالكريمة ألذ بمئة مرة من اللي بناكلها بره في المطاعم. النهاردة هعرفكم إزاي تعملوا شوربة المشروم أو شوربة كريمة المشروم بدون مكونات خزعبلية بدون كريمة. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو أول مرة تشوفوني أنا اسمي نادية، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. أول حاجة طبعا محتاجين مشروم، اي مشروم. انا عامله ميكس كده ما بين المشروم اللي هو البيبي بيلا ومشروم الكبير الابيض ده. انا ما بغسلش المشروم، انا بنضف المشروم بفوطه مبلوله، يعني غسيل المشروم عندي انا ما بغسلهوش، ومش من المفروض ان المشروم يتغسل بميه جاريه، المفروض ان هو يتنضف بس كده بفوطه مبلوله وخلاص. بعد كده قطعت المشروم لي شرايح رفيعه كده، وهنحتاج كمان بصلايه متوسطه هنقطعها لمكعبات صغيره وبس كده. هي دي الحاجات اللي احنا محتاجينها عشان نعمل شوربه المشروم. حطيت 3 معالق من زيت الزيتون وعليهم قطعه من الزبده، وبعد كده حطيت عليهم البصل، قلبت البصل بس مجرد ان البصل يدبل بس على خفيف كده ويبتدي ريحته تطلع، هحط عليه 3 فصوص من الثوم المفروم. انا كنت مكسله ان انا يعني افصص ثوم او اهرسه، فكان عندي الثوم الجاهز في الثلاجه ده، هو يدوبك حطيت منه معلقه كده صغيره بما يعادل 3 فصوص من الثوم. اول ما الثوم والبصل يتبلوا كده ويطلعوا ريحه ما ياخدوش لون هنحط عليهم المشروم بتاعنا. طبعا المشروم بتبقى كميته كبيره شويه وهو لسه ما استواش، فانا حطيت حبه بس الاول قلبت تقريبا كده عشان اتاكد ان هو في مساحه للباقي، وهو كده كده بعد شويه يعني بيقل خالص وحجمه بيظهر ويطلع كل السوائل اللي فيه. هنفضل نقلب في المشروم لحد لما يطلع كل الميه اللي فيه ويتشرب كمان الميه اللي فيه، يعني نفضل نقلب فيه لحد لما السوائل اللي فيه كلها تتبخر. وانس ان السوائل دي تتبخر هنحط عليه معلقتين كبار من الدقيق، ومعلقتين كبار من الدقيق دولت لتقريبا 600 جرام من المشروم، يعني الكميه دي ل 600 جرام من المشروم. هنقلب الدقيق كده لمده 2 أو 3 دقايق عشان بس الدقيق يستوي، وبعد كده هنحط عليهم مرقه لحمه او مرقه دجاج او اي مرقه عندنا. انا حاطه تقريبا 4 مكعبات من المرقه مدوبهم في ميه سخنه وحطيتهم لان ما كانش عندي اي مرقه، فبالتالي مش هحط ملح خالص. حطيت عليهم رشه من الفلفل الاسود ومعلقه صغيره من الزعتر وبس. هي دي البهارات الاساسيه واللذيذه جدا، بتدي نكهه حلوه جدا للمشروم. لو انتوا هتحطوا مرقه لحمه او فراخ عاديه يبقى هتحطوا ملح. غطيته وسبته علشان خاطر يستوي يعني تقريبا 10 دقايق مش اكتر بس يغلي هيكون استوى. وبعد كده اخدت نص كميه المشروم، ممكن تاخدوا نصه، ممكن تاخدوا تلته، ممكن تاخدوا تلتين المشروم، يعني دي حاجه ترجع لكم. لو انتم عايزين كميه المشروم الصحيحه في شوربه كتير يبقى تاخدوا مثلا تلت الكميه او نص الكميه، لو عايزينها تبقى قليله ممكن تاخدوا تلتين كميه. وضربتهم كده بالهاند بلندر، طبعا ممكن تضربوهم في الخلاط عادي جدا لحد لما بقوا بيوري، يعني خلاص بقوا عصير ما بقاش فيه اي قطع من المشروم. البيوري ده بقى هو اللي بيدي النكهة الخزعبلية لشوربة المشروم، يعني بيخلي طعمها يجنن وبيخلي قوامها يجنن وبيخلي شوربة نفسها طعمها مشروم، يعني لما يجي نشربها بره كده تبقى الشوربة نفسها طعمها كله مشروم، عشان خاطر طبعا احنا بنضرب المشروم نحطه على الشوربة فتبقى كلها مشروم في مشروم. بعد كده هنحط عليهم كوباية ونص من الحليب كامل الدسم او الكريمة اللي هي اللباني او كريمة الخفق او حليب حتى خفيف، يعني او اللي هو خالي الدسم لو انتوا عاملين دايت او عايزين تخلوها خفيفه، او ممكن كمان علبه قشطه تدوب مع كوبايه حليب كده على النار وتحطوها، يعني زي ما انتوا عايزين، مش لازم كريمه، مش اساسيه الكريمه، اي حاجه من الحاجات دي، اي حاجه من منتجات الالبان دي بتدي طعم حلو جدا لشوربه المشروم وبتدي قوام كريمي حلو ليها. طبعا الكريمه افضل حاجه، ولكن اللي ما عندوش عادي جدا حليب كامل الدسم. حطيت عليهم رشه كده محترمه من البقدونس المفروم او اي خضره عندكم في البيت، اي حاجه لونها اخضر كده. شوربه المشروم بقت جاهزه معانا، شايفين قوامها عامل ازاي، شايفين اللون بتاعها اللي هو اللون اللي هو ميدي على جراي شويه ده، والقوام بتاعها الكريمي مش ممكن، وريحتها بقى كمان تجنن. طبعا انا مش هعرف ان انا اتكلم عن الطعم، بجد لازم تجربوا شوربه المشروم بالطريقه دي وبالخطوات دي، هتعرفوا ان انتوا ما شربتوش شوربه مشروم في حياتكم فعلا اصليه. الطريقه دي احلى وافضل طريقه عشان تعملوا شوربه مشروم كريميه طعمها قوي مميز وطعم المشروم يكون واضح فيها. وبس كده خلصنا شوربه المشروم،
اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله المره الجايه في فيديو جديد.